ومشاهدينا، ينضم إلينا في الاستوديو الزميل حسام الأحبابي، الصحفي المختص بالشأن العراقي في غرفة أخبار الآن. حسام، أهلا بك معنا. ماذا يعني إعلان وزارة الدفاع العراقية تحرير الموصل بالكامل ودحر داعش في العراق، سواء بالنسبة لفلول داعش التي ما تزال متبقية في الموصل، في غرب العراق وأيضا في الرقة السورية؟ نعم، شكرا لك زميلتي روناك. بالتأكيد يعني هو موضوع إعلان تحرير الموصل بالكامل، هذا إعلان هو بالأحرى هو إعلان أيضا أقرب إلى كونه عسكريا، خاصة أنه وزارة الدفاع العراقية لا تصدر هكذا إعلانات قبل أن تتأكد فعلا من التطورات العسكرية على الأرض في منطقة الموصل القديمة، وهي المنطقة الأخيرة لآخر معاقل تنظيم داعش في مدينة الموصل. هذه التطورات أتاحت فعلا لإعلان هذا الوصول لهكذا إعلان تحرير مدينة الموصل، خاصة بعد أن سيطرت القوات العراقية، قوات مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع، وأيضا هناك قوات من العشائر، قوات حرس نينوى تواكب هذه المنطقة، وصلت إلى حي الفاروق واقتحمته وأكملته، بالتالي تجاوزت هذه المنطقة وانتقلت إلى منطقة جامع النوري الكبير الذي أعلن منه داعش دولته المزعومة. هذه المنطقة فعلا أتاحت للجيش العراقي الإعلان، إصدار يوم إعلان تحرير الموصل، باعتبار هذه المنطقة كانت منطقة اعتبارية للتنظيم الإرهابي، تنظيم داعش. في هذه الأثناء يعني نحاول أن نركز أكثر على التطورات العسكرية. هذه التطورات العسكرية فعلا هي اليوم إعلان تحرير جامع النوري الكبير، هذا يعني أنه انهيار داعش فعلا. المرحلة الحالية فعلا التطور الميداني الحالي هو عبارة عن تطهير لجيوب داعش في هذه المناطق المتبقية ما بعد في المناطق التي هي واقعة خلف جامع النوري الكبير، سواء من الجهة الشمالية أو من جهة نهر دجلة. هذا هو فعلا هو الوضع الحالي. هو عبارة عن وضع الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب تطهر هذه المناطق، وليست هي عملية عسكرية بالمعنى الكبير، لأنه فعلا وصلنا وبلغنا يوم إعلان تحرير الموصل. طبعا هذه نشاهد صور مدينة الموصل بالتحديد المدينة القديمة. حسام، بحسب معلوماتك وشبكة مراسلين المتواجدين الآن في الموصل، ما هي المناطق التي بقيت تحت احتلال فلول داعش؟ مثل ما ذكرت لك زميلتي روناك، يعني إعلان تحرير جامع النوري الكبير ومنطقة هذه المنطقة، هنا هذه المنطقة هي عبارة عن أزقة ضيقة من باتجاه جامع النوري، سواء كان من الشمال أو باتجاه نهر دجلة من المنطقة الشرقية. هذه المناطق هي الأكثر ضيقا في مدينة الموصل القديمة، أزقة ضيقة تماما، لا يمكن أن يسير فيها اثنان شخصان داخل بين هذه الأزقة. لكن في الوقت الحالي مثل ما ذكرت أنه هي مناطق عبارة عن عمليات لتطهيرها، الجيش العراقي يقود عمليات لتطهير هذه المناطق. الوضع على الأرض حاليا، القتال يجري في منطقة حظيرة السادة الأولى باتجاه منطقة يعني طبعا هذه حظيرة السادة الأولى واقعة في شمال جامع النوري الكبير، باتجاه شارع المكاوي أيضا، هذه المنطقة الضيقة، وسوق الشعارين، هناك كثير من الأسواق الشعبية الموجودة في منطقة الموصل القديمة. الاستراتيجية الكبيرة التي فعلا ذكرها القادة العسكريون أنه هنالك التقدم بطيء، لكن حفاظا على التأمين المدنيين المحاصرين من هذه المنطقة في هذه المناطق. لذلك اليوم هو القادة العسكريون كلما أسرعوا وتمكنوا من فتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين، كلما تمكنوا من تطهير هذه المنطقة بشكل أسرع. أيضا هنالك استراتيجية، يعني لا ننسى أن الاستراتيجية العسكرية التي تم اتخاذها في منطقة الموصل القديمة هي تختلف تماما عن الاستراتيجية العسكرية في منطقة مناطق خارج الموصل القديمة. هي معتمدة على التكتيك الراجل والقتال هو الراجل. فعلا هذا التكتيك الراجل هو عبارة وضع في إطار الاقتحام والاختراق ثم التطويق الأحياء والأزقة الضيقة، وليس يعني تطويقها قبل اقتحامها، لأن هذه المنطقة مثل ما ذكرنا هي عبارة عن أزقة ضيقة. شكرا جزيلا حتى اللحظة زميلنا في غرفة أخبار الآن حسام الأحبابي، الصحفي المختص بالشأن العراقي. شكرا لك.